بالتأكيد محدش يختلف إنه تجربة فرنسا في كرة القدم في السنوات الأخيرة تجربة ناجحة جدا وملهمة. النهاردة بنستضيف واحد من نجوم الكرة الفرنسية ليونيل شاربونيه، حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي رينجرز الاسكتلندي السابق، هيكون معانا على في السادسة على شاشة النادي الأهلي. برحب بيه طبعا في البداية وبشكره على وجوده معانا في الأهلي تي في. بداية طبعا لازم في البداية بارك لك على فوز وتتويج فرنسا بدوري أمم أوروبا، وإزاي شفت أداء الفريق في البطولة بشكل عام؟ شكرا جدا. هذا كان عمل رائع الذي عمله الفريق الفرنسي. هذه فرصة عظيمة، وهذا فريق حقيقي الذي قام بالتفاعل سريعا بعد الخسارة الذي قام بها في بطولة كرة القدم الأوروبية. طيب خليني أسألك على رأيك في المباراة الأصعب أو المباراة الأقوى أو المباراة الأهم في البطولة من وجهة نظرك. في ناس بتشوف إن المباراة الكبيرة اللي قام بيها المنتخب الفرنسي كانت ريمونتادا اللي حققها قدام بلجيكا وعودته في النتيجة وفوزه بنتيجة 3-2، وفي ناس بتقول إن المباراة الأهم كانت المباراة النهائية اللي جمعته بالمنتخب الأسباني. مسيو شاربونيه أسألك السؤال تاني. وي داكور سي أعد السؤال مرة أخرى. طيب أنا بسألك وجهة نظرك في المباراة الأهم أو الأقوى أو الأصعب في البطولة، هل كانت قدام بلجيكا وريمونتادا التاريخية اللي عملها فرنسا بالفوز بنتيجة 3-2، ولا بتراها المباراة النهائية اللي جمعته بالمنتخب الأسباني؟ المباراتين كانوا مهمين. effectivement celui de la Belgique a été précurseur de la finale contre l'Espagne et notamment la deuxième mi-temps. مباراة بلجيكا كانت أقوى من إسبانيا، وكانت فرنسا حقا قامت بعمل رائع نفخر به جميعا. aller chercher cette victoire contre nos cousins belges, des gens que nous apprécions particulièrement. Alors les Belges nous aiment beaucoup moins. والانتصار على الفريق البلجيكي الذي نقدره جميعا والذين يقدروننا منذ زمن طويل. المتغير الأهم على مستوى المنتخب الفرنسي في البطولة دي كان كريم بنزيما، وعلى الرغم من تألقه مع ريال سنوات طويلة جدا إلا وأنه غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا وعاد إليها مؤخرا وتألق بشدة. لماذا غاب بنزيما عن منتخب فرنسا لسنوات طويلة، ولماذا عاد من وجهة نظر ليونيل شاربونيه؟ Je vais essayer de parler alors pour construire mon de parler sans m'arrêter. Le retour de Karim était un retour attendu par beaucoup de Français. عودة كريم كان عودة متوقعة، فهو أفضل من أفضل لاعبين العالم مع محمد صلاح. فهذا غير كثيرا المباراة واللعب مع منتخب فرنسا، فهو من المهاجمين الأكثر رائع. On a vu que ça fonctionnait de mieux en mieux. Et donc Karim a changé tout le jeu parce que غير المباراة de champion du monde où la France
jouer beaucoup plus défensivement et utiliser les contre-attaques. فقاموا باستخدام وسائل كثيرة، وقام المنتخب الفرنسي بعودة كريم وعودة هذا المهاجم اللعب بطريقة مختلفة، وليس لأنه أقل كفاءة من جيرو ولكنه متكامل. A changé considérablement ce jeu français qui est poussé un peu plus vers l'attaque maintenant. كامل للمنتخب الفرنسي وللمباراة. لا، لكن غيابه لفترة طويلة عن المنتخب الفرنسي من وجهة نظرك كان مبرر، كان منطقي؟ نعم، يمكنه كان قد قام بشيء من الخطأ، وتعرفون أن يجب على المدرب التوقف عن اتخاذ فقط أو اختيار فقط اللاعبين الرائعين، فالاختيار يجب أن يكون على التأكد من أن جميع الفريق مختارين بشكل جيد ويمكنهم العمل معا. وفكرة أن المدرب أخذ كريم بنزيما أو توقف عن اختياره في البداية كان خطأ، فالآن عاد بالاتصال به ومعاودته لفريق فرنسا حيث أصبح لاعب كبير. فهو الآن بعد ريال مدريد فهو أخذ مكان رونالدو، والآن هو قائد. مسيرته بالمباراة هي مسيرة عظيمة، وهذا شيء لا نعرفه من البداية، ولكن الآن حان الوقت بعودته لفريق فرنسا. ديدييه ديشان وكتبته من وجهة نظر ليونيل شاربونييه عندهم القدرة ان هم يحققوا لقب كأس العالم لفرنسا؟ كأس العالم القادم، نعم أتوقع ذلك. لقد كنت خائفا بعد خسارتهم أمام سويسرا في كرة القدم الأوروبية، ولكن الآن بوجما واللاعبين قاموا بتفاعل جيدا. À surréagir. Il y avait sûrement un problème d'ego après le titre. C'est très difficile. ولكن الآن يمكن أن يكون لديهم de champion du monde d'avoir بعد الحصول على هذا اللقب بدوري الأمم الأوروبية قد يجدوا مشكلة في الحصول على. طيب، هنتظر منك مستر شاربونييه إجابات سريعة جدا على أسئلتي. المنتخب الفرنسي أصبح منتخب قوي جدا ودايما هو منتخب مرشح لأي بطولة بينافس فيها، لكن على مستوى الأندية الفرنسية، الأندية الفرنسية تعاني على مستوى المسابقات الأوروبية، من وجهة نظرك إيه السبب؟ فرنسا تحصل على اللقب
ومنتخب فرنسا يحصل على اللقب لأنه لديه مدرب وهو ديدي ديشان عظيم ويعلم كيف التعامل مع المنتخب والفريق. ولكن الأندية الفرنسية يتمرنون جيدا ولكنهم يذهبون مباشرة إلى بريطانيا أو إسبانيا أو مؤخرا إلى إيطاليا. ولكن البطولات الفرنسية لا تنعم بهؤلاء الأبطال أو اللاعبين des retombées financières qui était le diffuseur télé et ces clubs maintenant ont été beaucoup endettés donc la chance il faut وقد يجد الأندية الفرنسية تعثر في وكانوا مدونين بسبب ترحل هؤلاء اللاعبين الى الأندية الاخرى او البلاد الاخرى. سؤال سريع معلش، اذا كانت الأندية الفرنسية حافظت على اللاعبين الفرنسيين اللي موجودين في اهم واكبر أندية العالم، هل من وجهة نظرك كان هيبقى عندها القدرة انها في الوقت ده تنافس على الألقاب الأوروبية؟ Les clubs français, c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain, oui. الأندية الفرنسية هذا صعب، ولكن باريس سان جيرمان يمكنه فعل ذلك وهو قريب من ذلك. لوم ونادي ليون ونادي مارسي يمكنه الفعل الكثير والقيام ببذل أكثر مجهود من أجل المنافسة. مين اللاعبين اللي هينافسوا على البالون دور من وجهة نظر شاربونيه السنة دي؟ أفضل ثلاث لاعبين شايف إن هم يستحقوا كأس البالون دور أو أفضل لاعب. أريد أن أضع محمد صلاح وأتوقع، ولكن بداية هذه السنة لم يكن جيدا مثل ما يحدث قبل، ولكن يمكنه الحصول عليه في 2022. سريعا جدا، مع أو ضد انتقال كيليان مبابي للريال أو بقائه مع بي اس جي؟ الثلاثة المفضلين لدي ليفاندوسكي الذي استحق اللقب العام الماضي، وكريم بنزيما او كريستيانو رونالدو. ليونيل شاربونيه نجم طبعا المنتخب الفرنسي ورينجرز اسكتلندي، بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر جدا لدي الوقت. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه.